هو ده يعتبر حدث تاريخي في تاريخ الاتحاد الكوره وللانديه الشعبيه عموما بصفه خاصه. اول مره نتجمع على كلمه واحده عدد كبير من الانديه، هتدي رساله ومسج للمسؤولين في اتحاد الكوره ان يعني عصر ان انت تحدد لنا احنا نعمل ايه ونجري وراك ونمشي وراك ده انتهى. ان شاء الله باذن الله الانديه اللي مجتمعه هي تمثل تقريبا 50% او 45% من اعضاء الجمعيه العموميه، فاحنا لينا كلمه وكلمه كبيره وكلمه مسموعه. طبعا الدوري المحترفين الفكره في حد ذاتها هي فكره ممتازه، بس لما تطبق صح دي محتاجه فتره انتقاليه مش بقل من 5 سنين. انا النهارده كنادي شعبي بنافس انديه الشركات اللي هي بتصرف على لعبه واحده وكل جهودها وكل مصروفاتها في لعبه واحده، وانا نادي اجتماعي في الاخر، انا نادي شعبي ليا جمهور وعندي 14 لعبه. انا لو قفلت ال 14 لعبه دول بيلعبوا تحديا مش اقل من 3000 او 4000 لاعب، فانا ممكن اوقف الصرف في كل حته دي واركز بقى في كوره واصرف بقى زي زد واصرف زي اتصالات واصرف زي الناس دي، بس هقدر اصعد وهقدر انافسه. وان كان الفرق مش كبير انا طلعت بره الموضوع، يعني نادي الترسانه طلع بره المنافسه على ان هو يخش دوري على 2 بونت، يعني دي كوره في ماتش، ماتش السكه اللي احنا اتظلمنا فيه اول الدور الاولاني اللي احنا كنا كسبانين من اخر دقيقه وبيلن وهمي اتحسب علينا كنا كسبناه كنا احنا اللي فوق. طبعا المنظومه الكرويه محتاجه شغل كتير قوي، محتاجين حكام على اعلى درجه، محتاجين ان انت تدعم الانديه الشعبيه لان الكوره للجمهور في الاخر. انا عايز افهم يعني ايه دوري ممتاز هيحضروا ويبقى فيه الزمالك والاهلي، مع احترامي للاتحاد المصري والاسماعيلي، بس الناس دي مش هتستحمل 2-3 سنين دي. يعني انت عايز تقنعني ان زد وجون هينزلوا تاني؟ لا هم مش هينزلوا تاني تحت اي ظرف مصري، الاضعف دايما هو اللي هينزل، حل الاضعف في الحاله دي هتبقى الجماهير الانديه الشعبيه، فانت بقى لازم تشوف حل كاتحاد كوره ترجع كوره للجمهور تاني. من عند ربنا النهارده 50 نادي حاضرين بيمثلوا حوالي 22 محافظه، اللي بيحصل ده جديد على الكوره المصريه، اللي بيحصل ده بيكسر وهم كبير ان الامور سياديه، ان الامور قرار نهائي، لا الامور مش سياديه، الامور في رده الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه صاحبه القرار، النهارده قرروا مصيرهم ان الغاء دوري المحترفين باجراءاته القانونيه بتقديم طلب بكره ان شاء الله 50 طلب و 50 فرق مندوب، وحين اتحاد الكوره يقدموا طلب الى غد ان اتحاد الكوره في خلال 15 يوم يعمل جمعيه عموميه غير عاديه، اذا لم يكن بدور وصفاتكم احنا بدورنا جمعيه عموميه غير عاديه، في طلب احاطة من النائب السيد مجلس الشعب، في اجراءات قانونيه هتتاخد في مركز التسويه لمخالفه المواد اللي موجوده، كلها اجراءات بتصب لمصلحه الجمعيه العموميه، واتمنى ان اتحاد الكوره يعي ذلك ويتمنى ان هو يراجع نفسه ويدوس فرامل ويفهم ان رغبه الجمعيه العموميه هي الاسيت في الموضوع. يعني والله انا كنت واحد من الناس النهارده المدعوين لجيل الانديه، وبصراحه الانديه المصريه النهارده بتعمل شيء طيب جدا وشيء جميل جدا، انهم كلهم مجتمعين على قول واحد وعلى كلمه قانون واحد اللي هو عدم تطبيق دوري المحترفين، مش لشيء غير ان هو مخالف لكل اللائحه ومخالف للتشريع اللائحه النظام الاساسي لقانون مصر لكره القدم. الدوري المحترفين خالف اللائحه في اكثر من مره، وما اعتقدش ان في دوري هيبدا ويتبنى على مخالفه يكون في صالح الكره المصريه. انا بشكر كل الانديه اللي حضرت النهارده، وان شاء الله اتوقع ان اتحاد الكوره يغني بصوت العقل والمنطق بعدم تطبيق دوري المحترفين.